بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة معادنا مع درس سابع اللي هيكون بعنوان important properties أو بعض الخصائص الهامة والمشتركة بين الكائنات. شرحنا في الدروس اللي فاتت بعض شرحنا الكائنات الأوبجكت والخصائص بروبرتيز والإيفنتس الأحداث والأكشنز اللي هي الإيه الأفعال أو الأكواد بتاعتنا. طيب إلى الآن أنا هاخد أوبجكت من الأوبجكت وهو أهم أوبجكت وهو البوتون. تمام، هتلاحظ إن البوتون مش عليه أي نص بون والكلام ده. طيب هنبدأ نتعامل مع أهم الخصائص. طبعا الخصائص ممكن تجيبها من هنا أو ممكن زي ما قلنا بروبرتيز أو دبل كليك على الكائن أهو تيجي للسيتنج والاتريبيوتس. هما الاثنين دول خصائص. السيتنج اللي هي اعدادات الزرار، الاتريبيوت مواصفاته بقى اعداداته والكلام ده. طيب نيجي نعدل من هنا التعديل السريع. تمام، كبر دي شويه. اول شيء خاصيه نيم مهمه جدا 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 في الدرس السابع ده. الدرس السابع اهم الخصائص. اول خاصيه الخاصيه نيم، دي خاصية مهمة جدا جدا جدا. ليه؟ لأن دي تمام أهي الخاصية التي تحدد اسم الكائن للتعامل معه من خلال البرنامج. يعني إيه؟ يعني مثلا حطه مثلا ماشي الدرس السابع على سبيل المثال. لو عندي لاعب كرة وليكن مثلا اللاعب المصري أبو تريكة، طيب هل اللاعب أبو تريكة اسمه أبو تريكة؟ لا، أمال إيه؟ اسمه محمد أبو تريكة. تمام، يعني اسمه محمد أبو تريكة. طيب جميل، الاسم اللي بيكتب على الإيه الفانيلا أو التيشيرت اللي لابسه بيكتب ايه؟ بيكتب ابو تريك. لاحظ تمام، عندنا في معظم الكائنات اللي بتاخد تكست عليها تمام زي الزرار زي ده. تمام، بعض الكائنات بيبقى في عندك خاصية نيم. الخاصية نيم عادة بيبقى اسمه جاي منه، يعني ده بوتون فبيبقى بوتون واحد، ولو جبت بوتون تاني اهو اسمه بوتون اتنين وهكذا. من الافضل اللي انت تسميه يدويا. ليه؟ ايه فائده الاسم؟ لان انت هتعامل من خلاله في البرنامج. يعني مش معقول لما اللاعب محمد ابو تريكه يروح مثلا مثلا لقسم الجوازات او يسافر بلد اخرى مثلا وليكن السعوديه وليكن، هيروح للمطار يقول له مين ده؟ مكتوب في البطاقه ابو تريكه؟ لا، مش مكتوب في البطاقه ابو تريكه، مكتوب اسمه كامل اللي هو اسمه الحقيقي اللي هو الاسم ده. يبقى الاسم ده الاسم اللي انا هتعامل من خلاله خلال البرنامج. لكن التكست اللي هو نصه، التكست اللي هو النص اللي هيظهر عليه، يعني لو كتبت مثلا وليكن هنا مثلا ايه قم بالضغط هنا، لاحظ تمام هتظهر بالايه بالشكل ده عشان لغة عربية. هنعدلها عشان وهنعرف بعد كده ان شاء الله نخلي اللغة العربية ثابتة في البرنامج ككل ازاي ان شاء الله. يبقى هنا كليك هير، لاحظ ده الاسم اللي مكتوب على التيشيرت، ده الاسم اللي مكتوب على التيشيرت، لكن هو اسمه في البرنامج اسمه بوتون 2. يعني لما اقول له مثلا لو سمحت امسح لي بوتون 2 من على الفورم او اخفه لي من على الصفحه دي، اخفه لي، هقول له بوتون كام؟ لازم اقول له بوتون 2. طيب هنا اقول له بوتون 2. ان شاء الله في عندنا درس اسمه كيفيه تسميه الايه الكائنات ان شاء الله. تمام، يبقى هنا الخاصية الأولى الخاصية نيم أهي، وخاصية اللي تحدد اسم الكائن للتعامل معاه تمام من خلال البرنامج. تاني خاصية التكست. تمام، الخاصية التانية التكست اللي هي النص اللي يظهر على الإيه على الأداة. النص اللي يظهر على الإيه على الأداة، بمعنى زي ما عدلت أنا هنا التكست. تمام، لاحظ قلت له كليك هير، لو قلت له مثلا كليك بس او مثلا اوكي، لاحظ هنا بيتعدل هنا. اتفقنا؟ يبقى هنا
بيتعدل ايه؟ بيتعدل هنا. طيب ماشي، جميل جدا، يبقى انا عرفت التكست اللي هيظهر. خلي بالك عايزك تفرق بين ده وده. طيب ده برضو من الخاصية التانية. طبعا انا مش هتكلم بقية الخصائص، في خصائص مشتركة كتير جدا زي الفونت، الخط اللي هتكتب بيه لو عايز تغيره. لاحظ هنا، لا خليه يكتب باللغة العربية، اختار من الفونت اهو واختار السكريبت بتاعك العربية. دلوقتي انت ممكن تقول له مثلا ايه، اضغط هنا. تمام. وهنا الفونت فاميلي مش هكتب دول لانه الكل يعرف حكاية الايه الخط. وهنا حجم الخط عايز تغير 12، عايز تخليه مثلا مثلا 25، تمام، وهكذا. هنا البولد والكلام مش هتكلم فيه، انا عايز برضو خاصيات تكون هنا الكالرز. نيجي في قسم الكالرز، وهي لون النص او لون التكست اللي هيظهر على الكائن. ده اللون العادي، عندك 4 الوان، خلي بالك ده اللون العادي، تمام. خليه مثلا لون احمر، لاحظ هيتغير احمر. هنا اللون لما تعدي عليه بالماوس، يعني لاحظ لما عدى عليه بالماوس هنا، تمام، هنا اللون ما بيتغيرش، بس ممكن اخلي البرنامج بتاعنا الزرار بتاعه اللون بتاعه يتغير. خلي مثلا ازرق لما عدى عليه بالماوس. طيب لما الماوس، لما اضغط عليه، مثلا لما اضغط على الزرار كنسل ده، اللون بتاعه اتغير ما اتغيرش، ممكن اخلي الزرار بتاعنا يتغير لونه. خليه مثلا اصفر، يعني احمر. لما عدى عليه بالماوس اثناء المرور كده بس يتحول للون الازرق. ده مش دلوقتي، ده اثناء التشغيل، هنشوف دلوقتي، تمام. لكن اللون الاصفر لما اضغط عليه كده، تمام، اثناء تشغيل البرنامج بيسموه الران تايم، يعني اول ما تسمع كلمه الران تايم اثناء تشغيل البرنامج، تمام، مش دلوقتي، انت كده في اثناء التصميم في الديزاين او في البرنامج بتاعك. خلاص، هنا الديسيبل لما يكون الزرار مش نشط زي الزرار ده، لاحظ اللون بتاعه مش اصفر، اللون بتاعه رمادي او رصاصي، اتفقنا؟ تمام، نخليه مثلا رصاص. طبعا هو مش هنعدي بده، نيجي الخاصيه دي ان شاء الله. طيب جرب اثناء التجربه، في عندك ممكن تضغط F5 او بريفيو، تمام، ده المشروع، لكن لو عاوز تقفل الصفحه تقريبا كنترول F5، تمام. لاحظ المشروع ككل اهو، لاحظ ده اللون ايه، ها ده لونه احمر، هقف عليه اتحول الخط للون ازرق، اضغط يتحول للون الاصفر، اسيبه يرجع للون الاحمر تاني. وصلت؟ يبقى دي برضو من ضمن ايه الخصائص اللي احنا مهمة متعودين عليها. طيب التول تاب، شفت لما مثلا هنا هتظهر لك تلميحة اللي هي دي، اللي هي بتروح بسرعة أول ما أقف عليها دي، اللي هي كلمة نيو سلايد شو أوبجكت، تمام، دي بيسموها تلميحة. لو عايز تخلي التلميحة دي تظهر اكتب هنا أي نص أهو، تمام، يظهر التلميحة. طيب هنا انيبلد، في عندك الخاصيه دي والخاصيه دي بيسموهم بولين، يعني منطقي، يعني بولين ان شاء الله زي ما ناخد حاجه ترو او فولس، ترو او فولس، اتفقنا، ترو او ايه او فولس. خلاص، طيب ترو او فولس يعني الزرار ده انيبلد، ممكن المستخدم يقدر يضغط عليه زي الزرار ده، هقول له يس yes. هقول له ايه اهو ترو، لكن لو مش عايزه يضغط عليه هقول له فولس. لاحظ لونه اتغير لايه، لرمادي، فاكر؟ طب اخلي اللون الرمادي مثلا للون ده، لاحظ لونه اتغير لايه، للون ده. خد اللون ده ليه؟ لانه قلت له في حاله الديس ايبولد وهو غير نشط خليه ياخد اللون ده، وهو بالفعل دلوقتي ديس ايبولد، لانه قلت له للخاصيه انيبولد يعني ممكن، قلت له لا مش ممكن زي زرار ابيض، اتفقنا؟ تمام. الخاصيه برضو، خاصيه فيزيبل، مرئي مش مرئي. لو قلت له فولس مش هيظهر للمستخدم، يعني مش هيظهر للخص، يعني اصلا مش هو موجود بالفعل بس مش مرئي للمستخدم، تمام اهو. لاحظ في نظر مش موجود، لكن لو قلت له خلي الخاصيه دي ترو وشغل البرنامج كده، انا اقفل الصفحه كنترول اف 5، تمام، لاحظ ظهر بس ديسيبلد، تمام. وفضل الله كده نكون عدينا الدرس الاول من اهم الخصائص، ان شاء الله نكمل اهم الخصائص في الدرس القادم. نسالكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.